سعد الدين هو كما قلت وصمة عار لا أكثر، يدرجون على قائمة العار أو شيمن نيم أند شيم ليست كما تسمى بالإنجليزي. وطبعا مكانة الدولة تهتز، وهذه هي المرة الأولى التي تدرج إسرائيل فيها على هذه القائمة. كان حدث في الماضي أن اقتربت من الإدراج ولكن تمكنوا من تلاحق الأمر، وذهب السفير الإسرائيلي في ذلك الوقت إلى فيرجينيا جامبا المنصب الخاص للأمين العام وتمكنوا من إقناعهم بإزالة اسم إسرائيل وأعطائهم الفرصة لتحسين أدائهم. هذه المرة لم ينفع ذلك، خاصة بانتشار الصور والفيديوهات حول معاملة الأطفال وقتلهم بصورة تعسفية. من المعتاد تبلغ الأمانة العامة في الدولة التي سيدرج اسمها بمكالمة هاتفية أن بلاده سيدرج اسمها على القائمة، ولذا اتصلوا بالسفير جلعاد إردان. فقام السفير بتصوير المكالمة ونشر جزء منها على حسابه الخاص بتغريدة خاصة، وهو تصرف لم يسبق له مثيل كما قال المتحدث الرسمي وغير مقبول، وأنه لم يرى مثيله منذ عمله في الأمم المتحدة قبل 24 عاما. كان التصرف مكروها ومعقدا من قبل جميع الدبلوماسيين في الأمم المتحدة. هذه مكالمة خاصة من الأمين العام وهي أدبا تبليغ هذه الدولة. بالمناسبة هناك أيضا حديث من مصادري عن إدراج حماس وكذلك الجهاد. على القائمة، ولكن هنا أود أن أسأل طلال لنستفيد من وجودك ربما بالحصول على أكبر قدر من الفهم لطبيعة ربما هذا الإدراج. هل تترتب عليه أي عقوبات؟ خاصة هنالك حديث أن الدول المنفردة يمكنها أن تمنع مثلا تصدير الأسلحة أو تمنع أي نوع من التبادل العسكري مع إسرائيل، هل هذا صحيح؟ هناك من غير إدراج هناك دول منعت إرسال السلاح إلى إسرائيل، ولكن لا يوجد أي إلزام بسبب الإدراج لأي دولة في العالم أن تمنع تصدير الأسلحة أو تفرض عقوبات على إسرائيل، ولكن هذا تصرف متروك للدولة ذاتها. هناك دول حتى من هذه اللحظة بدأت بنص سلاح إلى إسرائيل، وليس من يقول أن الإدراج سيؤدي إلى حظر على الأسلحة. هذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن فرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات، كل ذلك يحتاج إلى قرارات من مجلس الأمن، ونحن جميعا نعرف ماذا يحصل القرار المعادي أو المضاد لإسرائيل تقابل بالفيتو الأمريكي. نعم طلال وأنت موجود، دعني أخذك إلى جانب آخر نود أيضا أن نتعرف، وأنت موجود في أروقة مجلس الأمن، مصير القرار الأمريكي بعد الاحتجاج الجزائري والتلويح الصين الروسي ربما باستخدام الفيتو إن لم يعدل القرار. كلمة أخيرة في لائحة العار أنه حماس والجهاد الإسلامي لدي مصادر تؤكد أنهما المدرجة الثانية على هذه القائمة، ولكن لا يوجد أي تبليغ لأنهم ليس بدولة، ولذلك لا يبلغون الفلسطينيين لأنهم ليس تابعين للدولة، منظمات مجموعات مسلحة. ولذا لا يوجد تأكيد رسمي بهذا الشأن حتى هذه اللحظة. أما عن موضوع مشروع القرار الأمريكي، الجزائر وروسيا والصين كثرت الإجراء الصامت لعدم رضائها على نفس مشروع القرار المطروح، وطبعا هذا إنذار للبعثة الأمريكية لأن روسيا والصين لديهم حق الفيتو. الجزائر كثرت الإجراء الصامت لأن النص لا يلائم مشاغل المجموعة العربية، خاصة النقطتين التي تطرقنا إليهما سويا بالأمس وهي التعامل بالتساوي بين طرفي القتال حماس وإسرائيل، وثانيا ذكر إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين ذكرهم الرئيس بايدن في خطابه الجمعة 31 مايو عندما أعلن لأول مرة عن الاتفاق المقترح هذا من البيت الأبيض. وكذلك المجموعة العربية نفهم أنها طلبت مزيدا من الوقت من المنظمة الأمريكية
بدلا من التوجه الى التصويت السريع بسبب كون المفاوضات ما زالت جاريه مع حماس من قبل الوسطاء مصر وقطر، وما زال الجميع ينتظر رد حماس على اتفاقيه المقترح، وهو طبعا شيء منطقي امر ضروري لانجاح اي اتفاق او قرار. اما بالنسبه لروسيا والصين، تحدثت قبل قليل عن البعثه الروسيه واكدوا لي ان ما يريدونه بالدرجه الاولى والقصوى هو immediate unconditional permanent ceasefire، هو وقف اطلاق نار دائم وفوري وغير مشروط قبل اي شيء، ذلك على مراحل وذهاب في دهانيس طويله قبل الوصول الى الانسحاب الكامل ووقف الاطلاق. هم ما يطلبونه وقف فوري غير مشروط ودائم حتى يقبل بهذا المشروع القرار الامريكي. من نيويورك مدير مكتب الحدث الزميل طلال الحاج، أشكرك على كل هذا التفصيل والإيضاح.